يروى إن أمير من الأمراء قال لخادمه يوما: نفسي تشتهي أكلة الباذنجان. فقال الخادم: الباذنجان؟ بارك الله في الباذنجان، هو سيد المأكولات، لحم بلا شحم، سمك بلا حسك، يؤكل مقليا ويؤكل مشويا ويؤكل محشيا ويؤكل مخللا ويؤكل مكدوسا. فقال الأمير: ولكني أكلت منه قبل أيام فنالني منه ألم في معدتي. فقال الخادم: الباذنجان؟ لعنة الله على الباذنجان، فإنه ثقيل غليظ نفاخ أسود. فقال له الأمير: ويحك، تمدح الشيء وتذمه في وقت واحد؟ فقال الخادم: يا مولاي، أنا خادم للأمير ولست خادما للباذنجان. إذا قال الأمير نعم قلت له نعم، وإذا قال لا قلت له لا. ما أكثر الباذنجانيون في أيامنا هذه. يروى